السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم جنان. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد الطبق يجي رائع. هو طبق صيفي بدون لحم وسهل نوجدوه في 30 دقيقه، يصلح سواء للغداء ولا للعشاء. لهذا الشيء نحتاج 3 ملاعق كبار نتاع زيت، ندير فيها حبه كبيره تاع بصل، وندير سنيف واحد نتاع ثوم، ونبدا نقلي فيهم. هنايا دروك غادي نغطيهم ونخليهم يتقلوا على نار هادئه. اذا دروك نروح نوجد لاصوص اللي غادي نخدم بها هاد لو بلا. ندي نص ملعقه فلفل احمر، نص ملعقه سكنجبير، نص ملعقه كركم، نص ملعقه حرور، ونص ملعقه ملح. نديرهم هنايا في وعاء ونزيد دروك المعدنوس. معدنوس ندير حاجة ملعقة كبيرة، وندي ملعقة صغيرة نتاع طوماط كونسونتخي، طماطم مركزة ملعقة صغيرة، وندير كاس كبير نتاع ماء. إذا غادي نخلط مليح هاد لاصوص ونخليها على جهة باش نروح نوجد دروك لو بلا تاعي. هنايا خلاص صاي البصل ها هو لا تقلى، نحركه شوية ونجيب 4 حبات بطاطا. البطاطا انا عندي بطاطا شويه صغيره، غادي نقطعها دي غوندال ونبدا نوجد في لو بلا. شوفوا كيف ساهل 5 توجدوه. اذا ندير البطاطا ونجيب حبه كبيره تاع طماطم تانيك نقطعها، وحبه كبيره تاع فلفله نقطعها، ونبدا نوجد في لو بلا تاعي ديريكت. نخدمه كيما هكا كيما راكم تشوفوا في الصوره حتى اللي نكمله. اذا هنايا بعد ما كملت كاع لو بلا نجيب هذيك لاصوص ونديرها فوقه. اذا بعد ما درت لاصوص نعاود نروح نجيب عندي هنايا 3 حبات تاع جوا حار، هنا الحار للي يبغي واللي ما يبغيش ما يديرهش. اذا نديرهم هنايا فوقه كيما هكا، ونزيد ندير رشه معدنوس. المعدنوس باش يعطيها تري بون كو هاد لو بلا، ودروك نخليه كي يبدا يغلي نقص له ونغطيه ونخليه يطيب حاجه 30 دقيقه يكون هاد لو بلا واجد. شوفوا كيفاه جا، يجي رائع. تشو كيما هكا البطاطا بان فورشيت تلقوها طايبه، راهي كي دهان يجي فريمون رائع. اذا دروك اللي يبغي يزيد يقيس فوقه حبات زيتون، انا غادي نقيس فوقه حبات زيتون، يجي فريمون شباب هاد لو بلا. نجمو هاد لو بلا تقدموه سواء للعشاء ولا للغدا، ويجي فريمون طبق رائع صيفي بامتياز وساهل و 5 يوجد. ان شاء الله هاد لا غوسيت غادي تعجبكم، ونتلاقوا في حلقه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.